دول 75,000 متفرج. يوريني فيكتور موزيس مع شليونغ تسجل الجول مع السويدي ولد بيدرو الغير موجود والتسويق. الموج الازرق الموج الازرق هذه كرة الطير يا حبيبي الطير. شفنا الكرة نارية منذ بداية الكروية مشاهدينا الكرام. ماركوس ألونسو الفارو مورينو هذه كرة حمراء وطويلة وفي القائم الثاني وطبعا ليزعل الخطورة في هذه الكرة لكن سهلة أشلي يوغي وزع وكرة روبيلو روبيلو لوكاكو وحارس تيبو كورتوا روبيلو لوكاكو مشاهدينا مارسيال مارسيال جول جول اي 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 أليكسيس سانشيز سهل من اليمين فيكتور موزيس فيكتور يسدد سهل الكرة عند الحلف الاندلاف وكرة رائعة كرة جول كرة جول 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 في قلب ومزرع الأحلام البلوز عنده أجمل الأقدام. شوف الكرة مشاهدينا الكرام هذه هي اللقطة حقيقة سرعة خيالية للفرقة اللندنية ويليان ويليان بكرة وأسد الفنان ويليان خطير فريق تشيلسي. شوف ألونسو شوف المساحات في أزعم الأوقات يمينية إسبانية لم تكن قوية ومثالية. ثم اللاعب كريستيان سانيواني هذا سانشيز كرة جول كرة جول جول بام 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 هو بام 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 انفجار مانشستراوي رهيب مانشستر يونايتد بهذا الايقاع العجيب اجمل الاقدام يا السادة في مزرعة الاحلام. شوف أليكسيس سانشيز في البداية مارسيال في التقاطع والرومينو لوكاكو يرسم المرمى وهذه الازارد شو هذا؟ ماركوس كورة ضاعت كورة ضاعت. مباراة خرافية الان بين الفريقين حكاية ما بعدها حكاية. يعاد مرة كرة لأليكسيس أليكسيس سانشيز أتمادى وإمكانية التصويب والركنية يا مراتا وخطورة في الكورة مراتا يلعب لكن التصويب وين؟ ترينكواتا تصويب غدارة غدارة من ترينكواتا ودخية عظيم الحراس في العالم حاليا الاسد في العالم الرهيب البرازيلي يعدي التسويق بعيد في كوبا كابانا بعيد التسويق. نذكر مشاهد الاكوادوري تعدي لأليكسيس سانشيز رقم 7 في اليونايتد يعود عليه كل لاعبين البلوز يوسع شيء كبير يا عمري شيء كبير يا عمري هذه المقصيه الازدواجيه من نجم الكره البلجيكيه روميلو لوكاكو ماركوس الونسو كره من ويليان على مرتين دافيد دقية كاد ان ياتي الهدف بالنيران بالنيران الصديقه للبلوز على مره دار القامات الفارعه يوسع جول جول بام 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 بالراس جابهالو في اجواء استريه عالميه انفجار يا سريع بالشتية رأسية
اليونايتد بكل شرارة. ويليام واحد من الحراس الانجليزي امام نتابي الدقيقة الاسباني. شنو هذا؟ شنو هذا؟ شوف الكرة مشاهدينا الكرام، هذه هي اللقطة حقيقة. سرعة خيالية للفرقة اللندنية. ويليان بكرة وأسرة الفنان. خطير فريق تشيلسي. شوف ألونسو، شوف المساحات في أصعب الأوقات. يمينية إسبانية لم تكن قوية ومثالية. ثم اللاعب كريستيانسن يعاني. هذا سانشيز. كرة جول. كرة جول. جول. بام بام بام. هو. بام بام بام. انفجار. مانشستراوي رهيب. مانشستر يونايتد بهذا الإيقاع العجيب. أجمل الأقدام يا السادة في مسرح الأحلام. شوف أليكسي سانشيز. في البداية مارسيال في التقاطع والرومينو لوكاكو يرسم المرق وإذا لازارد. شو هذا؟ ماركوس. كرة ضاعت. كرة ضاعت. مباراة خرافية الآن بين الفريقين. حكاية ما بعدها حكاية. يعاد مباراة لأليكسيس. أليكسيس سانشيز أتمادى وإمكانية التسويب والركنية. يا مراتا وخطورة في الكورة. مراتا يلعب لكن التسويب وين؟ ترينكوتا تسويب. غدارة. غدارة من ترينكوتا. ودخية. عظيم الحراس في العالم حاليا. الأسد في العالم. الرهيب البرازيلي يعدي التسويق. بايد في كوبا كابانا. بايد التسويق. نذكر مشاهد الإكوادوري تعدي لأليكسيس سانشيز رقم 7 في اليونايتد. إرعوة. يعود عليه كل لاعبين بلوز. يوسع. شيء كبير يا عمري. شيء كبير يا عمري. هذه المقصية الازدواجية من نجم الكورة البلجيكية رومينو لوكاكو. ماركوس ألونسو. كورة من ويليان على مرتين. دافيد دقية. كاد أن يأتي الهدف بالنيران. بالنيران الصديقة للبلوز على مرتين. القامات الفارعة. يوسع. جول. جول. بام بام بام. بام بام بام. بالراس جاب هالو. في أجواء هستيرية عالمية. انفجار في أولد ترافورد. يسارية بلجيكية. رأسية. من يونايتد بكل شرارة. ويليام وعظيم الحراس الأخير.